وقفنا شعار إسقاط النظام، وقفنا شعار الحديث عن الدكتاتورية، مو لأنه تنازلنا. يعني هاي فترة التسعينات، عقد التسعينات، نعم، تغيرت قناعاتكم للنظام بالعراق لو بعده؟ ما احنا حكينا عليها، قلنا انه احنا اعتقدنا ان حرب 91 العدوان الثلاثيني على العراق لم ينتهي عند هذا الحال، سواء نفذ العراق قرارات الامم المتحده او لم ينفذها، ان هذه الحرب ستنتهي بحرب اخرى. لا موقفكم من النظام مو من الاحداث، الاحداث واضح عندكم رؤيه راح تنتهي وين، بس موقفكم من النظام نفسه، النظام العراقي. إيه؟ ما احنا بدينا بشعار المصالحه الوطنيه، وسوينا وثيقة المئة، ورحنا بمباحثات، وانتهت ب 2002 تحدثنا عنها. زين، القوى الأخرى، نعم، ما قدرتوا تستميلوهم؟ نحن بالأحزاب العراقية، الأحزاب السورية، هي إذا قدرت تحافظ على أحزابها موحدة شيء زين، أن تستميل بجهة وضعت كل أوراقها بيد الأجنبي من أجل إسقاط صدام، ومعارضة غلبت مصلحة الوطن على مصلحة النظام، لا، ماكو قاسم مشترك حتى تجمعها. مثل ما يقول صار فرز، صار بين هذه المعارضة وتلك سور شبيه بسور الصين. الحديث عن عودة إلى آخره مثل ما كنا نطرح أيام زمان يصبح حديث غير مجدي، أو كما يقال لا طائلة تحته. فما هم حاولوا ولا إحنا حاولنا، وبقينا حتى لما رحنا وردنا نوضح موقفنا. بس أنتم مو قلة، يعني أقلية قياسا بالمعارضة الرافضة لهذا المنهج؟ نعم. يعني أنتم ما حضرتوا مؤتمر لندن مثلا؟ طبعا بالتأكيد، وأدناه، مو بس ما نحضره، أدناه، ونعرف نفسنا ان احنا بالساحه العراقيه لا نعادل من حيث القوى 10% من القوى التي اصطفت معها الامريكان في مؤتمر لندن وفي المؤتمرات الاخرى وصلاح الدين. هذا الكلام نعرفه، لكن الذي نعرفه ايضا والذي لم يدركه الاخرون ان المعارضه لا تقاس بتواجدها خارج، ولا تقاس أن الشعب العراقي هل هو شعب وطني أم شعب عميل. فكان موقفنا المعادي للاحتلال والرافض للتدخلات الأجنبية، واللي كنا ننظر أن مهمة تحرير العراق، مهمة إسقاط النظام، مهمة وطنية مناطة بالشعب العراقي. دقيقة، ليش ما رحتوا للعراق؟ قناعاتكم بعدين رحتوا بال 2002. اي هو هذا اللي نقوله، بس احنا تقول ليش ما رحتوا بوقت مبكر؟ مو احنا اللي ما قبلنا، هو النظام اخر هذه الموضوع. ولذلك سعد البزاز من طلع وياي على الفضائية مال الجزيرة قال لي انتم جيتوا بالربع ساعة الأخيرة، قلت له نعم، ان نأتي متأخرين افضل ان لا نأتي. قال لا، لأنه صدام هو لما شاف السكينة على رقبته دعاكم، وهاي مو مصالحة. قلت له أنت تحسب أن العراق ملك لصدام وبالتالي السكينة على رقبته، العراق ملكنا أيضا، وبالتالي السكينة لما تكون على العراق تكون على رقبتنا جميعا. هذا الموقف السياسي، هل كان يقاس بالأقلية والأغلبية؟ قيمة أي حزب سياسي هو امتداده جماهيري، وبما أن الشعب العراقي بعمومه شعب حال بقية كل شعوب الأرض يعادي الاحتلال ولا يقبل أن يكون تحت بطال أمريكي أو غيره، وكان يريد أن يكون مستقلا، فخطابنا كان يستقطب التأييد أكثر من كل هذه الأحزاب مجتمعة، كعدد، كمكاتب، كأعضاء. نعم، لا نعادل عشر، لكن الأحزاب عمرها كلها لم تمثل الشعب. حزب البعث وراء 35 سنة مدرج قيل تباهى النظام بأنهم أصبحوا حزب المليون، وفي ذاك الوقت لما قال حزب المليون كان العراق 25 مليون، يعني يمثل واحد من 25 حزب ديمقراطي بأمريكا، هنا بالسويد، كل الأحزاب عموماً
لا تمثل أكثر من 1-2% من شعوبها، والبقية الناس مستقلة، تيارات نعم تؤيد هنا تؤيد هناك، بس القاسم المشترك لكل شعوب الأرض هي قاسم وطني. فخطابنا كان يستقبل من قبل الشعب العراقي كوننا نرفض الاحتلال، نرفض التدخل. يعني أنت بالنتيجة شو تقول؟ أنتوا أصواتكم كنا إحنا بامتدادنا جماهيري أقوى من كل هاي الأحزاب. لا بالنتيجة مشتركة. يعني صوتكم هو صوت الوطن الوحيد، والبقية يعني شو تخلي عليهم؟ اللي إحنا 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 نقول، ما عندي يعني مو إحصائية، يعني مو دكتور بالإحصاء، أنا أقول إن شعب كل شعوب الأرض، مو ليس الشعب العراقي، كل بوج قال إذا احتل بلدي. لا مو هذا، انا اتحدث يعني معناها القوى المعارضه الاخرى خليتها بغير خانه. انت القوى المعارضه كانت معزوله رغم قوتها، ونحن كنا ممتدين رغم ضعفنا. معادله بسيطه جدا، اذا تسال اي شعب بالعالم اذا كان واحد ضد الاحتلال ومع استقلال بلده والى اخره، الناس عموم الناس تقف معها. واذا كانت 10 أحزاب وتمتلك جيوش والى اخره وتعمل ضد بلدها مع اجنبي، تكون مرفوضه من قبل شعوبها. هذه هي المعادله بالقوه. تجي تحسب لي على الارض، لا نعادل 5 أو 10% من عندهم كاعداد وكاحزاب وكقوة. بس انتم ايضا قناعاتكم خجوله كانت، يعني انتم كنتوا نعم. عندكم قناعات استجدت بعد حرب إيران وبعد حرب الكويت، استجدت عندكم قناعات ربما تجمل صورة النظام بالعراق أو لصالحه. نعم. لكن ما عبرتوا عنها. نحن ما عبرتوا عنها. لا كتبتوا شيء بهذا الاتجاه. لا كتبنا أطنان من الأوراق، وكانت عندنا جرائد، بس عمليا إحنا لا نقيس الأمر بنتائجه، نقيس بمشروعيته. نحن لما وصل أمر الخلاف أن يضر بالعراق وأن نفرط به، يختلف اختلاف كلي عن الخلاف حول السلطة أو الداخلي. بالسياسة وبالفلسفة يقول لك أكو أولويات، أكو صراع ثانوي وصراع رئيسي. الصراع الرئيسي أحياناً يتحول إلى ثانوي، والصراع الثانوي يتحول أحياناً إلى رئيسي. بمعنى إنه أنا كنت أريد إسقاط النظام، كان هذه أولويتي. صراعي مع الإمبريالية ما كان صراع ثانوي، لكن لما العراق يتعرض للاحتلال أصبح رقم واحد عندي هو عدائي الأول مع الدول اللي تريد تحتل بلدي، ومع النظام يكون بالدرجة الثانية. ولذلك وقفنا شعار إسقاط النظام، وقفنا شعار الحديث عن الدكتاتورية، مو لأنه تنازلنا، لأن المحتل يريد تحت هذه الذريعة وذريعة أسلحة الدمار الشامل أن ذول عندهم أسلحة وهذا النظام يعني دكتاتوري فاشستي. أولويات التحديات الغيرة طبعا بالتأكيد، هذا بكل عالم بشكل طبيعي. لكن لما وصل الأمر أن بلدنا راح يحتل، ما عاد الصراع حول السلطة، صار الصراع حول حماية العراق من الاحتلال.